إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وصلنا إخواني في الشمائل المحمدية في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري وهو في تحفة الأسرار. وبه قال: حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البدية ما الضفف؟ فقال: أن يتناول مع الناس. وهو صحيح وهو في تحفة الأشراف. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وهو أبو داود وابن ماجه وهو في تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. رواه الترمذي وهو في تحفة الأشراط والحديث صحيح. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرق يدري النبي صلى الله عليه وسلم، أذكي هما أم لا؟ قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، والحديث ضعيف. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبلان. رواه البخاري وهو في تحفة الأشراف. وفي قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان مثنى شراكهما. رواه ابن ماجه وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وفي قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جردوين لهما قبلان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو في تحفة الأشراف. وفي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان. الحديث في تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن السدي قال حدثنا من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. رواه مسلم وهو في تحفة الأسرار. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. رواه البخاري وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
يبقى الآن وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، وهو في تحفة الأسراف والحديث ضعيف. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، رواه مسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، رواه النسائي وهو في تحفة الأشراف، وهو صحيح إلا قوله ولا يلبسه فهو شاذ. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافيسي، حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، رواه البخاري وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأسرار. وبه قال: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر، والله سطر، رواه البخاري وهو في تحفة الأسرار. وبه قال: حدثنا النصر بن علي الجهضمي أبو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلق قاته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهل عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه أبو داود وابن ماجه وهو في تحفة الأسراف. والخلاء نزع خاتمه لم يصح. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم.
باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. طبعه أبو داود والنسائي وهو في تحفة الأسراء والحديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رواه النسائي وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. رواه ابن ماجه وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. والحديث في تحفة الأشرف وهو صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلتي ابن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا يخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رواه أبو داود وهو في تحفة الأسرار والحديث صحيح. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقب في بئر أريس. رواه مسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما وهو في تحفة الأشراف والحديث ضعيف. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. رواه النسائي وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه لا نعرفه لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه
فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتمهم. رواه البخاري ومسلم وفي تحفة الأشراف، والحديث صحيح، وهذا كان في أول الأمر. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه أبو داود والنسائي وهو في تحفة الأسرار، والحديث صحيح. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه أبو داود والنسائي وهو في تحفة الأشراف، والحديث صحيح لغيره. وفي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو بن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. رواه الترمذي وهو في حديث في تحفة الأشراف، والحديث منكر. وبه قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيفي سمرة بن جندب، وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. رواه الترمذي وهو في تحفة الأشراف، والحديث ضعيف. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جدي عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. رواه الترمذي وهو في تحفة الأشراف، والحديث صحيح. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما. رواه أبو داود وابن ماجه والتحفة الأشراف، والحديث صحيح. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطال متعلق بأسطار الكعبة، فقال اقتلوا. رواه البخاري ومسلم وفي تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وابن قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم وهو في تحفة الأسرار. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. رواه مسلم وهو في تحفة الأسرار. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو ابن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم وهو في تحفة الأسرار. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الأهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. رواه الترمذي وهو في تحفة الأسرار. والحديث صحيح لغيره. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. رواه البخاري وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. رواه الترمذي وهو في تحفة الأسراف. والحديث صحيح. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وهو في تحفة الأشراف. والحديث ضعيف. باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. أبو داود وهو في تحفة الأشراف. والحديث ضعيف. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق
ابن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، رواه أبو داود وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما يتكئ عليه من وسادة وغيرها. وبه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا صحيح حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، رواه أبو داود وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. وبه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت، رواه البخاري ومسلم وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، رواه البخاري وهو في تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، رواه البخاري وفي تحفة الأشراف. وبه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، رواه أبو داود وهو في تحفة الأشراف والحديث صحيح. قال أبو عيسى: لم يذكر فيه وكيع على يساره، وهكذا رواه غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. فما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة لمرض. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب فطري قد توشح به فصلى بهم، حديث في تحفة الأشراف وهو صحيح. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة، والحديث في تحفة الأشراف وهو ضعيف. ونختم إخواني هذا المجلس بما قاله شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع
الصغير وزيادته، إننا نقول إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ما يغني عن الضعيفة، وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف بالتجربة أن الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب، لأنهم يعملون بكل ما هب ودب من الحديث. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما رواه مسلم في مقدمته. وعليه أقول، أي الشيخ الألباني رحمه الله: كفى بالمرء ضلالا أن يعمل بكل ما سمع. ولهذا كان السلف رحمه الله يروون الأحاديث بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاء طالب العلم فيعلمه ويقرأ في السند ويتحرر هل أن الحديث صحيح أم ضعيف أم موضوعا أم الخلف. الآن فهم يرون الأحاديث إلا من رحم الله بغير سند. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لنشر هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة والعمل بها والدفاع عنها، وأن يوردنا حوضه ويحشرنا في زمرته، كما قال ربنا عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولكل من أحبنا فيه، وأن يحفظنا من شر شياطين الإنس والجن، وأن يعيننا على طاعته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو عنا راض. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.